ناخذ اتصال. فاطمه السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مرحبا. بارك الله فيك. ليلى اختي بغيت نهضر مع الدكتور. نعم كيسمعك. الو سي دكتور لاباس. تفضل. نعم بخير الحمد لله. دكتور عندي واحد المشكل. عندي العاده الشهريه انقطعت عندي وهذا وتبعت واحد في جيم سمعته من الراديو عندك ومن بعد رجعت لي ولكن هذا قليله. وبغيت نعرف شحال تبعتي؟ تبعت شهرين. تبارك الله عليك راكي متميزه. شحال عندك من سنه فاطمه؟ 45 سنه. وانقطعت عندي شهر وعام وثلاث شهور وهذه السيمانه رجعت لي. وراكي متميزه تبارك الله. شنو هو الريجيم اللي درتي؟ راه كلشي دابا غيسول شنو هو هذا الريجيم. اي حيت المواد الحيوانيه وتبعت البصل مع العسل وحبوب اللقاح مع العسل. ما عرفت واش هذا الريجيم هو اللي خاصني. لا هو هذاك. اها وبغيت نسولك شحال 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 من مرات خاصني ناخذ هذا العسل مع البصل؟ دابا انت وليتي مطوره استعملتي جوج وصفات استعملتي الماء والعسل وحبوب اللقاح. غادي تاخذهم ثلاثه حتى اربعه د المرات. وغادي تاخذ الماء والبصل والعسل ثلاثه حتى اربعه د المرات. اذا مجموعتك بين سبعه حتى تسعه د المرات. واش هادو الحبوب اللقاح مع العسل واش نخلطهم ثلاثه ولا لا؟ لا 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 انت علاش؟ حيت الفوائد ديال الحبوب اللقاح مع البصل تيتلاقاو، ما تجمعوش مره واحده، خليهم كل واحد في الوقت ديالو باش لوبتيميزاسيون باش نرفعوا من المستوى ديال الفائده. وشحال ديال البصل خاصني نخلط مع العسل؟ غادي تاخذ 20 غرام ديال البصل عصير مع كاس كبير الماء مغلي ومعلقه العسل الحره. مثلا تاخذهم مثلا كناخذوا غير جوج مرات في النهار. لا لا تاخذهم ثلاثه اربع المرات البصل مع العسل والماء وثلاثه اربع المرات حبوب اللقاح مع العسل. وغادي تلقى راسك انك حيت بحال واحد السيده تبعت سنه كامله مشى الشيب عندها 50 عام، الشيب ما بقاش وتبارك الله طلع على الشعر وكحل وفاضلها الشعر. يعني اساليب بسيطه على دليل على انه كل ما هو علاقه مع تنقيه الجسم وتقويه القنوات الدمويه واعاده تنشيط الرئتين والكبد والكلاوي ونعاودوا نقويوهم ويبنيو من جديد كلهم تعاونوا في تشبيب الجسم وتقويته. مبروك عليك. مرحبا. ربي يخليك. فاطمه ما يكون بس عندك